السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم متألقين متميزين على الهواء مباشرة. نرحب بكم مرحبتين بكم، تقدروا تتواصلوا معنا على صفحتنا في فيسبوك على أرقام الهواتف. طبعا معنا زوز ضيوف، أول ضيف نعرفه به الأستاذ والمذيع والمتألق والمتميز والرائع والمدهش اللي حاز على عدة تراتيب في ليبيا وداخل وخارج ليبيا، الأستاذ الكبير والراقي محمد أبو راس. اهلا بيك ونحييك على هذه التقديم الطيبة، ونحيي كافة المشاهدين يشاهدوا فينا الآن، وإن شاء الله يقضوا أوقات طيبة معنا إن شاء الله. شكرا لك، ورحبوا بالممثل الأستاذ خالد القماطي. مرحبتين بيك أخوي محمد وكل المشاهدين. مرحبتين بيك. نبدأ على بركة الله في أولى الأسئلة للأستاذ محمد بوراس. أستاذ محمد بوراس، قداش لك في المجال هذا؟ والله في المجال هذا تقريبا من 2007 في مجال تقديم الإذاعة والتلفزيون وعدد البرامج، وفي السنوات الأخيرة من 2012 تطرقت لمجال الدراما في أعمال الدراما الإذاعية باللغة الفصحى والمنوعة كمسموع. أما في المرئي يعني بعض المشاهد أو استضافات كضيف في بعض الأعمال كمسلسلات في مجال اللي هو اللوني كمقدم برامج، لكن ضمن مسلسلات يعني. كويس. بهي، شين أكثر حاجة حبيتها في نفسك؟ هل هو تمثيل الدراما اللي هو بالصوت ومثلت بالمرئي أو لا؟ صوت بس يعني. والله في المرئي لا، كان تمثيل يعني، منها كاميرا خفية في 2009 تقريبا 2010، ومسلسل الليبي الليبي مقدم برامج أخبار. كويس كويس كويس. نعم. نمشي الأستاذ والممثل خالد القماطي، مرحبتين بيك. مرحبتين بيك مرة ثانية. شو الأخبار؟ الحمد لله. تمام. أحكينا على آخر أعمالك السنة هذه، شنو عندك؟ طبعا رمضان على أبواب، مازال ممكن 4 أيام، شنو الأعمال اللي درتها السنة هذه؟ والله هو كان في مسلسل بس ما صارش نصيب، كان المفروض يكون عندي 10 حلقات بس صورت منها 3 حلقات، وصار كسوء تفاهم فسخت العقد، والسنة دي راحت ما عنديش شيء معنا. باهي، علاش؟ هل انت بتعرفش تمثل او علاش؟ لا مش قصة ما نعرفش نمثل، نقص عليك. نمشي لأستاذ محمد براس. أستاذ محمد براس، شين آخر جديدك؟ والله جديدي إن شاء الله في رمضان أنستونا، برنامج فني ومسلسل إذاعي كوميدي يوميات عائلة، يعرض على القنوات الخاصة، وإن شاء الله برنامج مرئي إن شاء الله قريبا، وبرامج كلها تسجيلية، منها الإذاعية كبرنامج تسجيلي نصائح أشياء في حياتنا وثائقي مسموع. كويس. عدة أعمال يعني. شين عندك السنة اللي فاتت أستاذ خالد القماطي؟ أول حاجة معلش قبل نجاوبك، شين عندي السنة اللي فاتت وشين عندي إن شاء الله السنين الجاية؟ سامحني نقول لك كلمة حق، ما عجبتنيش منك الأخطاء انك انت يعني سألت محمد خدي حقه في الإجابة. كيف سألتني انا يعني كيف بنجاوب كيف بنوضح، فأنت طول قصرت علي مشيت. ناخذ رأيك بعد هذا الفاصل. مشاهدين الكرام، حنمشي لفاصل ونرجع لكم بعد هذا الفاصل. خيرك خالد؟ مش خير. مش معقولة قاعد نتكلم في الراجل، قصدي تقول فيها قدام الناس مش عارف شو يقول لك، قصدي على الهواء احنا يا خالد. محمد اسمعني لحظة، قصدي يا محمد يعرف الشيء هذا. انت لما اعطيت لي محمد، سألت محمد اعطيته مجال انه هو يجاوب. تمام. ليش ما كملتش اجابتي؟ ايه لحظة، انت جايبني انا ضيف. ضيف حتى نضيف؟ تمام محمد لحظة، انت جايبني انا ضيف. تمام. انت لما سألتني أنا كيف بعدين نجاوب؟ كيف قلت؟ أنت قلت معلش نقص عليك من شطولي محمد. فقلت أنت تعطي يعني كل واحد تعطي حقه في الإجابة. ما نسيت أنا، مشيت طولي محمد، خير ما سؤالي يريح مني. ما ننسى، هلبة عندي الزهايمر. مذيع عنده زهايمر. مشكلك. والله مشكلة يا محمد. على إيش؟ كيف مذيع عنده زهايمر؟ بس شو المشكلة عادي؟ عندك حاجة بتقولها قولها قبل الفاصل خير ما أخش مباشرة. عندي شغلة زي ما قلت لك، بس لما تسأل سؤال أعطي كل واحد حقه في الإجابة فقط بس. هذا هو. بس. إن شاء الله. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، تحية لكل من يشاهد فينا وكل من تواصل معنا. طبعا نجددوا التحية للأستاذ محمد أبو راس المتألق الراقي والهائل. أحكي لنا كيف يعني دخلت لمجال اللي هو تقديم الأخباري، من أصعب الأشياء يعني تقديم الأخباري، وكيف شفت روحك فيها؟ شوف، بالنسبة لتقديم الأخباري أنا في البداية كنت كمعد مقدم برامج منوعة في الشبابية، بعدين انتقلت لقناة ليبيا الوطنية. بالنسبة لتقديم الأخبار يعني كان في نقص أو عجز في كوادر مقدمين، فشبه يعني فرض علي أني ناخذ القالب الإخباري لحين يعني
كويس. يكتمل او يصير في كادر مناسب يحمل العبء هذا، لكن اول ما توفر العناصر من الزملاء تدريجيا انسحبت. انتقد في صباح ليبيا وعدت للمجال كويس المنوع. كويس، حلو جدا. نرجع لك استاذ خالد القمطي، حسيتك يعني زعلان شويه او لا بالعكس بالعكس بالعكس، فيش زعل، بالعكس امور طيبه وعادي، بس زي ما قلت لك وضحت لك انا في الفاصل. شنو وضحت لي بالضبط؟ وضحت قصدي ما قلت لك انا عندي الزهايمر، يعني شنو وضحت لي؟ زهايمر ايه باي، ما وضح لي شنو. المهم المهم زهايمر ان شاء الله ربي يشفيك منها وان شاء الله تمشي امورك 100 100، بس عادي احنا قصدي نهدر جو شباب وكل واحد يحكي على اعماله ويحكي على بداياته. في النهايه قصدي محمد زملائنا وياه، وانت كذلك زميلنا رغم انك يعني جديد في المجال هذا، ربي يوفقك ان شاء الله. بس زي ما قلت لك كل واحد ده نقص عليك من جديد مرة ثانية. مرة ثانية يلا قاعد ما كملتش انا، تفضل. حنمشي ناخذ فاصل، ايش رايك محمد؟ اعطينا الفاصل انت. يلا مشاهدينا فاصل ونواصل، ابقوا معنا. خذي نجيش يا خالد قدام الناس، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. اسأل شن تبي، تمام؟ اسأل شن تبي. با اوكي با. لكن اعطيني حقي في الاجابه، انت علاش جايبني هنا؟ جايبني هنا باش تدير معي لقاء، باش توضح شنو عندي شنو ما عندي. باي احنا بقى احنا ناخذه في فواصل، يعني هم زوز فواصل لمحمد بورس، بعدين نتكلم معك انت. تمام. معني انت غلط فيي انت تو. لا مش غلط فيك. ارد لي حقي. لا 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 انت وانا قاعد قصدي مصر على رايي، انك انت قلت لي سالتني سؤال، انا كيف قلت بنجاوب فجاه. بعد يكمل قول باه. باه استبدا بعدين نصوا في الثاء والثاء وكملوا الحروف. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا فاصل قصير، حنرجع للاستاذ محمد ابو راس ويحكي لنا شويه على اخر مستجداته، لان كان شويه استاذ خالد القماطي يزعل شويه لانه ما اعطناش الفرصه، لكن حنعطوك الفرصه ما تزعلش. اوكي فين فيا انت اكيد اكيد حنعطوك الفرصه، يعني فين فيا انت؟ كيف مين فيك؟ باه نرجع استاذ محمد براس، شو رايك في استاذ خالد القماطي؟ والله على صعيد تحكي على الفن، ايه تمثيل، في التمثيل انا تبعت لهيك سنه فاتت عمل دراجانوف كان يعني في بعض المشاهد يعني كان بالضبط يعني في التمثيل. سؤالي لي يعني ليش حصل روحه في الادوار الثانويه يعني، بس لا كانش في ادوار بطوله يعني. كيف خير دوري في دراجانوف؟ خير كيف ما تقول انه ما اعطوكش حقك فيه، او انت مش ممثل كويس يعني، مثلت مشاهد بسيطه، طلعت فيه مشاهد بسيطه. فرت عليه كويس دراجانوف، فرت عليه كويس. هو يقول لها صف اول صف ثاني او دور اول دور ثاني يعني، في الثانوي في المشارك وفي كومبارس، هو بين الثانوي والكومبارس حسيت هيك يعني. معلش حسيت انه عمل الموضوع يخصني تمام. ايه لكن رايي كمشاهد وصلني على رايي يعني، فقلت رايي كمشاهد يعني او كناقد اعلامي يعني. انت تفرجت عليه دراجانوف كويس؟ تفرجت عليه كويس. كيف انت شفت دوري فيه؟ يعني دورك عادي بسيط وخلاص، مش لازم نكمل يعني. اعتقد كان دور مخبر مخبر او معاون هيك لضابط التحقيق وحز هيك، وانا كجيب لك المعلومات صعبه تمام. لكنك يعني انت الدور هذا قلت عليه دور كومبارس. ايه كومبارس او ثانوي يعني. حتى في اتصال جانا ما باش يخش معنا، قال لي ليك انت، قال لك كل ما دورك كومبارس يعني، ما شبحناش منك تمثيل كويس او هائل، تمثيل عادي جدا. اول حاجه حنجاوبك تمام، كومبارس ما هوش عيب تمام، ويعني ما خفت كنطيت انت ما تكنطيش، احنا قاعد حسيتك وشك تغير ومش عارف شوف كيف شوف. وهل بحاجه الكومبارس؟ الكومبارس يا حبيبي ما هيش عيب، معظم تو ما قلناش مش عيب، احنا عادي بخل نتكلم معك، معظم المشاهير بنقص عليك. خلينا نمشي لمحمد. يودي ما تقصش عليا معلش، يودي ما تقصش عليا معلش، ما تقصش عليا تمام. معظم المشاهير باديه بالكومبارس، بس انا اني نقول لك في حياتي كلها ما مثلتش كومبارس الا في مسلسل العماره بس، هذا كنت صغير وجهك ولا احمر وديني اوكي هدي اعصابك. تحياتي، هذا هو كومبارس العماره اللي بحكم انك كانت في خلينا نقص عليك محمد بوراس. محمد اخر مستجداتك تو في رمضان، شنو بلاش بحكم شويه؟ معلش نسالوا في السؤال، احنا على هواء الناس يتفرجوا علينا، معلش هدي اعصابك شويه، احنا على هواء يا اخي. لما هواء نتاعك يا اخوي، لما هواء نتاعك لما تتكلم مع الناس اعطيهم حقهم. خيرك يا سيد، احترم انت فنان فالمفروض تقدر الظروف يعني. معلش يا خالد قعمس، تفضل قعمس، خلينا نكمل حلقه وبعدين تفضل اطلع. لا نطلع من دواني، معلش يا محمد. باه خلينا نقول الكلمه بس، قعمس قول الكلمه. تمام، هذا ما عليك انت ولا لي قصدي. خلاص قعمس تفضل.
قصدي كيف فنان على الهواء يفركش هيك؟ يعني فركش على الهواء. يعني انت 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 محمد، انت محمد اعلامي تمام، حضرتك لحظه، انت انت لما تعد في برامج ان شاء الله عندك حتى 5 ضيوف في الحلقه، يعني موزع انت الاسئله وتعرف كل واحد تعطيه حقه في الاجابه، انت عندك ساعتين على الهواء او ساعه. قص عليك، قص عليك، قصش علي، قص عليك، معلش بس قاعد نكلم محمد. قصش علي يا محمد، معلش يا ما تعيطش علي، احنا قاعدين نقرا الهواء قدام الناس، لو سمحت بالله عليك يا خالد اقطعها الحلقه محمد، اقطعها معلش. هي مقطوعه تو طلع فاص من اول ما نضت يا راجل. بتفضل ايه من المايك، بس صاير المايك كيفك خيرك يا خالد هيك تفضل بيب شويه على المايك خيرك. لا اله الا الله محمد رسول الله، بحط على جنب مش لق. لا قصدي عيب يا خالد اللي تدير فيه، انت ممثل وراقي وكذا. انا مانيش ممثل، انا كومبارس تمام، ولا نسوى حاجه في التمثيل ولا نعرف حتى حاجه. علاش هذا هيك هيك؟ انت علاش جايبني انت هنا اصلا؟ علاش جايبك؟ جايبك ممثل لا، طب نقعد في ممثل في كومبارس ممثل قصدي هي عندي منقول، يعني عندي قصدي برامج يعني عندي مباشر بعدين حنقولوا لك. وانا طبعا في الحلقه اني هنا حنقولوا لك، ترجع من ترجع على الفاصل، ارجع من الفاصل وخلينا نكملوا الحلقه، معلش ارجع من الفاصل. حنقولوا لها كلمات حلوه. شكرا لك، طبعا كنت معانا في كاميرا خفيه صف النيه في 2015. سامحنا زعلناك، كلمه تقولها لكل المشاهدين في شهر رمضان المبارك. غريب الريقة بس شكله عطشان هو. اشربها. اشوف نقول لك حاجة. طبعا قبل نقول كلمة للناس، طبعا احترامي للناس، بالنسبة لمحمد براس طبعا مش ليك اللون هو. كيف اللون يعني؟ لون، لون الكاميرا الخفية مش ليك. أنا لا عشت لوني. لا لا أنا عشت لوني كمذيع. نحكي لك، نحكي لك حتنجح فيه اللون هذا لو ديال، تعرف علاش؟ مش حشك فيك حد. عشت اللون كمذيع. تقول لنا اللي صف النية لشهر رمضان المبارك لكل من يشاهدنا. كل عام وأنتم بألف ألف خير، ربي يحفظكم إن شاء الله، وبرنامج صف النية وخالد كان الضحية، تحياتي لكم وربي يحفظكم إن شاء الله. نورين، بارك الله فيك، صحيح. شكرا. أسداء للقيادة معنى آخر.